يعني شيء إيجابي جدا، وجاء بناء على تفهم دول الاتحاد الأفريقي، وجاء بناء على زيارات كثيرة قام بها السيد الرئيس، وجاء بناء على مجالات تعاون كثيرة تم فتحها في السياسة والاقتصاد والمجال الأمني والعسكري والمخابراتي والتنسيق في مكافحة الإرهاب. 5 سنوات من العمل الدؤوب المتواصل أثمرت كل هذا التفاهم وكل هذا التواصل وكل هذه الخطوات الهامة على الصعيد الاقتصادي. أيضا نحن قمنا بعقد أكثر من مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ، حضر الرئيس معظم القمم الأفريقية، وزير الخارجية أيضا كان له دور في هذا الشأن، السفارات المصرية كان لها دور، الوزراء الآخرين وزراء الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي، وكل هذه أطر للتعاون. المبادرات المصرية لتفعيل دور التكتلات الاقتصادية الأفريقية المختلفة ومحاولة توحيدها، كل هذه خطوات قامت بها مصر. إسناد رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى مصر، يعني لو لم يكن الأشقاء في الدول الأفريقية مقتنعين بدور مصر لما تم انتخاب مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي. إنما هي من الناحية الأخرى هي مسألة يتم انتخابها بطريقة دورية، تعطى المجموعات الأفريقية المختلفة رئاسة الاتحاد الأفريقي كل سنة أو سنتين أو 3. هناك الشمال الأفريقي، هناك الشرق الأفريقي، هناك الجنوب، وهناك الوسط، وهناك الغرب. الشمال الأفريقي بيشمل مصر والدول العربية في الشمال الأفريقي، وربما السودان وإن كان السودان تبع للشرق. فحتى في إطار هذا الإجراء لم يكن ممكنا انتخاب مصر ما لم تكن هناك قناعة بالدور المصري الهام داخل إطار الاتحاد الأفريقي. هو شيء إيجابي، شيء يثير الفخر، ولكنه أيضا يعني دور كبير ومسؤولية كبيرة على مصر للاضطلاع بها. وسوف تقوم مصر بإذن الله بالعديد من الخطوات والتفاعل مع الأشقاء الأفارقة خلال عام 2019.